ازاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، محاضرة بتاع النهاردة بقى من المحاضرات الجميلة. طبعا احنا حاولت اعملها لكم بشكل جميل جدا، هي نفس الكلام بتاعكم ولكن بالتنسيق بتاعي اللي يخليك تقرا المحاضرة على طول. تمام، اتفقنا. هات الورق بتاعك، هات كوباية النسكافيه او الحاجة اللي تحب تشربها، وصحصح معايا كويس جدا جدا جدا. صلى على رسول الله، يلا بينا نبدأ في محاضرة الـ Important Errors of Metabolism. طيب، اولا كده في شويه كلام هنقراه سريعا، يعني عادي جدا، ما فيهوش اي حاجه صعبه خلاص. بيقول لي ان الامبورن الديس اوردرز اللي انت بتتكلم عليها او الايرورز، هو اول حاجه امبورن ايرورز هو حاجات انت مولود بيها، تمام، بسبب مشكله في الميتابوليزم بتاع مواد معينه. طيب تعالى كده نبدا. يقول لي ايه هذه الديس اوردرز بتقول عليها؟ خلاص، انت مين في الاساس؟ هي بتعكس نقص او نقص مواد او نقص انشطه سنجل بروتين او بولي بيبتايد بتاع بروتين معين او سلسله بولي بيبتايد معينه، بيبدا ينتج نتيجه ميوتيشن او طفره في جين معين. يبقى نقص المواد اللي احنا نتكلم عليها بتبقى بسبب طفرات في جينات معينه، كل حاجه بتنقص وعلى حسب الجين بتاعها. طبعا انت بتقول ان هينقص بروتينز، صح؟ ممكن البروتينز دي تكون شغاله كانزيمات، ممكن البروتين دي تكون شغاله كترانسبورت سيستم بتنقل حاجه معينه. فلما ينقص البروتين هينقص الانزيم او هينقص الترانسبورت سيستم. طبعا في حاله ان الماده البروتينيه دي كانت شغاله انزيم، خلاص الانزيم ده لما يجي ينقص بقى ممكن ينقص خالص، ما يبقاش موجود اصلا، يبقى ابسنت، او لما ينقص يبقى ناقص، يبقى كميته موجوده بكميات غير كافيه، ان ادكت كوانتيتيز، او موجود في شكل غير طبيعي. يبقى ده لو كان المشكله في الانزيمات، ممكن انزيم ما يبقاش موجود، او موجود بكميه غير كافيه، او موجود في صوره غير طبيعيه. عظيم، شفت التنسيق يخليك تقرا في ثواني. طيب بعد كده بيقول لي هنا، يبقى هذه الديفكتس اللي انت بتتكلم عليها او العيوب دي ممكن ينتج عنها. بص بقى، الانزيم ده اللي هو موجود ممكن يكون موجود عشان يكسر ماده، فالانزيم لو مش موجود الماده مش هتتكسر فتتراكم، يحصل اكيميليشن لسبستريت معين او ماده معينه. طيب ممكن نتيجه عدم وجود هذا الانزيم او وجوده بكميات غير كافيه يخلي السبستريت بتاعتي تتحول الى برودكت تاني خالص بالترناتيف باث واي، بطريق بديل غير الطريق بتاع الانزيم الطبيعي، فبالتالي يدي لي حاجات غير طبيعيه. طيب عندي نقص او عدم تكوين الانزيم بتاعي، الانزيم برودكتس ديستال تو انزيم بلوك، تمام كده. ممكن يعني البرودكتس بتاعتي اللي هي النواتج اللي كانت بتتكون نتيجه شغل الانزيم مش هتتكون، صح ولا لا؟ هيقل تكوينها او مش هتتكون خالص بسبب الانزيم بلوك، ان احنا الانزيم مش شغال. طيب افرض بقى، بص كده، ساعتها احنا المفروض الانزيم ده بيكسر مواد، صح ولا لا؟ طب الماده دي لو مش هتتكسر تتراكم. طيب لو المواد المتراكمه دي، ايه اللي ممكن يحصل لو تراكمت؟ على حسب، لو المواد المتراكمه هي صوليبل بتدوب في الدم ولا بتبقى ان صوليبل او كومبلكس ما بتدوبش. لو هي كانت بتدوب يبقى هتمشي في الدم وتظهر في البادي فلويدز، خلاص، بما فيها البلازما بتاع الدم او اليورين حتى. طيب لو هي كانت ان صوليبل مش هتقدر تمشي في الدم، مش هتروح البادي فلويدز، فتبقى موجوده فقط في الخلايا والانسجه، التيشوز والسيلز، سيلز للخلايا والتيشوز والانسجه. زي مثلا ماده من المواد اللي ما بتدوبش، الا وهي الجلايكوجين. عندي مرض مشهور جدا جدا اسمه جلايكوجين ستورج ديزيز، بنلاقي فيه ان الجلايكوجين خلاص بيبدا يتراكم، يحصل له اكيوميليشن في الليفر، تمام. ده في الناس اللي عندهم حاجه اسمها جلايكوجين ليفر ايه ديزيز. طيب ده كله كلام عام وشامل. طيب ايه بقى الاهميه ان احنا مثلا نعرف ان في حاجه اسمها امبورن ايرورز؟ ايه اهميه ان احنا نعرفهم يعني بدري؟ قال لك بص، طبعا مهم جدا انك تقدر تشخص الحالات، يعني مهم جدا انك تشخص، حتى لو انت شخصت مفيش علاج، يعني حتى لو مفيش افكتيف تريتمنت، فمهم انك تشخص. ليه بقى؟ لان ممكن ساعتها لو الاب والام موافقين ان احنا نعمل ترمينيشن واجهاض للجنين بدري عشان خاطر ما يطلعش بالعيوب الخطيره دي كلها، ساعتها بنعرض عليهم حل ان احنا ممكن نعمل ترمينيشن او نعمل ابورشن، اجهاض للجنين ده. طبعا كلمه ابورشن حصل اجهاض تلقائي، اما فكره الترمينيشن ان احنا باي ذا كونسنت، بموافقه، وان احنا بنعمل العمليه نفسها لننهي الحمل، ترمينيشن اوف بريجنسي. يعني ربنا يعافينا ويعافيكم كلنا من ان احنا نتعرض لحاجات زي كده مع اولادنا وقرة اعيننا. طيب تعالى بعد كده، احنا ناخد طبعا امراض كتيره جدا في المحاضره دي، عشان كده احنا نقسمها على محاضرتين صغيرين كده خفاف، بحيث ان احنا ما نحسش ان هم تقال. طبعا احنا ناخد الامراض الكتيره دي، انا عددتهم لك هنا كده، نقول اسمائهم بس، مش تقعد تحفظ الجدول ده اكيد، يعني مش تحفظه. زي مثلا عندنا
هتلاقي في مرض اسمه فاميليال هايبر كوليستروليميا، من اسمها في هايبر كوليستروليميا، كوليسترول في الدم عالي، ممكن يبقى في كولين ستريز ابنورماليتيز، ممكن يبقى في نقص في الجي 6 بي دي الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز ديفيشنسي، ممكن يبقى حد عنده اكيوت بورفيريا. طبعا ممكن حد يبقى عنده سيستينوريا، او حد عنده هيموكروماتوزس او ويلسون ديزيز او فينايل كيتينوريا او جالاكتوزيميا خلاص، او مابل سيرب يورين ديزيز، او هيريديتري نيفروجينيك دايبيتس انسيبيدس، او كونجينيتال داي ساكرايد ديفيشنسي. كل الحاجات دي ممكن تكون موجوده. او اخيرا هارت نوب ديزيز. المفروض بقى ان انا اقسم المجموعه بتاع الامراض دي كلها الى 5 مجموعات، لازم نعرفهم كده سريعا مع بعض. المجموعه الاولى هي انهيريتد ديس اوردرز اوف سيلولار ترانسبورت ميكانيزم. الخلل هي طبعا امراض وراثيه، والمشكله ان في سيلولار ترانسبورت ميكانيزم، في خلل في نقل مواد معينه، ودي عندنا كذا مرض. بعد كده رقم 2 عندنا disorders بسبب الخلل في الميتابوليزم بتاع الامينو اسيد او الامينو اسيد، وطبعا دي منها شكلين، يا اما مشكله في الميتابوليزم بتاع الاروماتيك امينو اسيد، ودي 3 حاجات زي ما احنا شايفينهم، وممكن بدل الاروماتيك امينو اسيد يبقى في الحاجات، بص كده disorders في البرانشد امينو ايه امينو اسيد ميتابوليزم، ودي برضو 3 امراض زي ما هنشوفهم. تمام، ده كده عباره عن اللي احنا بنقول عليهم disorders بسبب الامينو والامينو اسيد ميتابوليزم. دي كده المحاضره دي. المحاضره اللي بعدها نبتدي ننتقل بعد كده للديسوردرز بتاع الميتال ميتابوليزم، ده فيها بتاع الهيموكروماتوزس او الكبر اللي بتاع ويلسون ديزيز اللي بتاع النحاس، هنشوف الكلام ده ان شاء الله. ممكن بعد كده نلاقي رقم 4 عندنا، الا وهي في برضو drugs وinherited metabolic disorders، برضو حاجات خاصة بالأدوية. ممكن نلاقي بعد كده برضو الديسوردرز بتاع الاستيرويد ميتابوليزم، ودي آخر حاجة موجودة عندنا. لما نخلص دول يبقى كده خلصنا محاضرتنا، أول محاضرة كبيرة دي بإذن الله. طبعا هتبقى سهلة جدا جدا، بس محتاجين الناس تركز كويس قوي. ولو عندك أي سؤال ما تنساش تقولي في كومنت، وهسيب لك الكونتاكت بتاعي لو عايز تسأل عن أي حاجة. أوكي، تعالى بقى نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم في الانهيرتد ديسوردرز اللي بتحصل بسبب سيلولار ترانسبورت ميكانيزم ديسوردر. بص كده، في عندي مجموعة من المواد اللي هي بتبقى كيميكالي سيميلر، المواد اللي هي متشابهة كيميائية، هنلاقي المواد اللي ليها نفس التشابه الكيميائي غالبا بتتنقل بنفس الطرق خلاص المرتبطة ببعضها. طيب تعالى بقى ناخد يعني دي شوية ملاحظات كده سريعة، ملاش أي ترتيب لازم، سهلة خالص. يقول لك بص، الامبورن ايرورز اللي بتحصل في الاجنه اللي بيتولدوا دول اوف ذا فولوينج امينو اسيد جروبس باثويز هاف بين ايدنتيفايد، بنعرفها ان ممكن يبقى في، بص كده، ايرورز في الداي بيزك امينو اسيد، او كتير من النيوترال امينو اسيد، او الامينو امينو اسيد. يبقى دول الثلاثه اللي فيهم امبورن ايرورز، يا اما داي بيزك امينو اسيد. طب لحظه، بص هو الامينو اسيد اصلا الصراحه يا شباب، الامينو اسيد تمام بيبقى عباره عن ايه؟ يعني بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه والله السي، وبيبقى ماسك فيه حاجه اسمها الكايل جروب، وفي حاجه اسمها سي او او اتش صح، وماسك فيه هيدروجينا، وماسك فيه ان اتش 3 صح ولا لا، اللي هي امينو جروب. ده كده الامينو اسيد الطبيعي. بص تخيل بقى في ناس عندهم في عندي حاجه اسمها داي بيزك امينو اسيد، يعني في امينو اسيد داي بيزك، ان في جزء بيزك هنا اللي هي الان اتش 3 هنا، وفي ان اتش 3 هنا اسمه داي بيزك، داي بيزك امينو اسيد. طيب مين هم الداي بيزك امينو اسيد اللي احنا نعرفهم؟ بص كده بيبقى عندهم 2 امينو جروبس اهو، 2 امينو جروب من ده. طيب مين هم؟ بنجمعهم في كلمه كولا. كلمه ايه؟ كولا. طبعا هو عندك كاتب لك كوال، لا ليه كوال؟ لما ممكن نشرب كولا، تعال نشرب كولا. كولا مين؟ كولا السي سيستين تمام، والاو اورنيثين، طيب والال لايسين، والاي ارجينين، سهله كولا. يبقى ده الداي بيزك امينو اسيد. ممكن رقم 2 بعض نيوترال امينو اسيد زي التريبتوفان اللي موجود في الديزيز اللي هناخده كمان شويه اللي اسمه هارت نوب ديزيز، هنعرفه. بعد كده رقم 3 ممكن امينو اسيدز، وده مشهورين 2، برولين والهيدروكسي برولين، برولين وابن عمه هيدروكسي برولين تمام. دول برضو بيبقى ليهم نفس الباث واي اللي بيشاركوه مع الجلايسين، اللي بيحصل مرض معاه اسمه امينو فاميليال طبعا وراثي، امينو جلايسينوريا زي ما نشوفه. طيب نبتدي بقى في الامراض. اول مرض من الامراض بتاعتنا، ودي بتبقى في حالات الداي بيزك امينو اسيد بسبب خلل في موضوع السيستين، هيبقى حاجه اسمها سيستينوريا. طيب من الاسم المرض كده لازم تكون شاطر ان السيستينوريا، ان السيستين بتاعنا هيبدا ينزل في الايه؟ هينزل في اليورين.
السيستين المفروض ما بينزلش، احنا بناكله بيمتص وبيروح للدم خلاص كده وبنستخدمه. قال لك لا، سعادتك بقى ممكن يبدأ ينزل في اليورين. طيب لو نزل في اليورين يسميه حاجه اسمها سيستينوريا. طيب ايه السبب؟ اول حاجه لازم تكون عارف الديفينيشن بتاعنا ان هو عباره عن اوتوزومال ريسيسيف انهيريتد ديس اوردر. طيب بص، عشان الكلمه دي هتتكرر كتير ومش هنقعد كل مره نشرحها، الموضوع هيبقى مرهق وهيكلف وقت وخلاص، احنا نشرحها مره واحده ويبقى عارف ان يعني ايه اوتوزومال ريسيسيف انهيريتد ديس اوردر. انت اكيد عارف بس انا هفكرك، ولو مش عارف اكيد بنعرفها. بصوا يا شباب، احنا عندنا عدد الكروموزومز في الجسم زي ما احنا عارفين اللي هم 46 كروموزوم. ال 46 دول بيتقسموا في اي خليه جسديه اللي هي سوماتيك سيلز الى 44 و اكس اكس او اكس واي على حسب انت ولد ولا بنت. ال 44 دول بنسميهم حاجه اسمها اوتوزومز، اللي احنا كنا بنسميها زمان كده في الاحياء اوتوسومات او الكروموسومات الذاتيه او الجسديه، الكروموزومات اللي هي الجسديه اوتوزومز. طيب وعندي بعد كده الاكس اكس بنسميها 6 كروموزومز، تمام كده. طيب هو المفروض بقى ان الجين بتاع المرض ده تمام بيحصل طفره فيه في الكروموزومات الايه الجسديه وليس الجنسيه، يبقى ده عباره عن اوتوزومال. طيب الجين بتاعه بيبقى ريسيسيف ولا دوميننت، يعني جين سائد ولا متنحي؟ لا متنحي. يبقى الطبيعي وجود السائد، لو بقى في موجود متنحي اللي هو ريسيسيف فنقول عليه اوتوزومال ريسيسيف انهيريتد، والموضوع ده بيبقى طبعا ايه وراثي. انهيريتد ابنورماليتي بيأثر طبعا على التوبيولار ري ابزوربشن، بيبقى لنا علاقه بالجين اللي بيأثر على التوبيولار ري ابزوربشن. ايه بقى التوبيولار ري ابزوربشن؟ لو احنا رسمنا النفرون بتاع الكيدني بالمنظر ده هنا كده اهو، ده كده البروكسيمال كونفوليوتد توبيول اللي هي الانبوبه المنتفه القريبه، ثم بعد كده عندي حاجه اسمها لوب اوف هنلي، ثم بعد كده الديستال كونفوليوتد توبيول، ادي اللوب اوف هنلي اللي بتقولوا عليها لوب اوف هنل، تمام. وبعد كده الكوليكتنج داكت عندنا بنفس الايه المنظر ده. اوكي اوكي اوكي، عظيم جدا جدا. ايه رايك بقى ان احنا عندنا في مشكله؟ مشكله في مين يا عم؟ ربنا ما يجيب مشاكل. مشكله في ان احنا نعمل توبيولاري ابزوربشن، ان السيستين اللي نزل وتفلتر من هنا مش عارفين نرجعه، فبالتالي هيفضل موجود في اليورين، فبالتالي في الاخر هيبدا ينزل في مين؟ هينزل هنا في اليورين، تمام. يحصل حاله اسمها سيستينوريا. طيب ايه بقى اللي يعمل كده؟ قال لك بص، في سيميلر ترانسبورتد افكت هاز بين ديمونستريتد في الانتستينال ميكوزا. برضه هتلاقي ان لو رسمنا هنا الانتستين تمام بالمنظر ده كده، ده جزء من الانتستين اهو، جميل جدا هذا الايه الجزء، ظريف جدا. المفروض ان احنا بنعمل برضه هنا حاجه اسمها ابزوربشن. بص في الانتستين بنعمل ابزوربشن امتصاص، اما في هنا في الكيدني في التوبيول بنعمل حاجه اسمها ري ابزوربشن. ري ابزوربشن صح كده، وهوريك على فكره الدايجرام دلوقتي يلخص لك الكلام ده كله، ما تقلقش خليك برنس كده معايا. يلا، قال لك بص، يعني هنا في خلل في الانتستين في التوبيولار ري ابزوربشن، في خلل برضو في الانتستين في الانتستينال ابزوربشن. بس تخيل بقى، يقول لي ولكن بالرغم من ان الداي بيزك امين اسيد ابزوربشن از ريديوسد، يعني مش عارف امتصه، فبالتالي متوقع الاقي مستواهم في الدم يقل، يعني يحصل فيهم ديفيشنسي. قال لي مش هيحصل ديفيشنسي. لحظه انت بتقول ان هم مش هيمتصوا ورغم ذلك مش هيبقى فيهم نقص في الدم؟ ليه بتتعصب كده؟ طبعا ده هيحصل، مش هيحصل نقص. ليه مش هيحصل نقص يا عم الحاج؟ ما هو مش هيمتص برغم ان انا باكله ما امتصش. قال لك لان احنا حتى لو ما كلناهوش اصلا، مش هقول لك لو كلناه ما امتصناش، حتى لو ما كلناهوش فجسمي اصلا بيصنع سيستين معايا، فما تقلقش يعني. فبالنسبه للسينال ابزوربشن ده ما بيمثلش اي مشكله. طبعا السيستين هنا از ريلاتيفلي انسوليبل، لازم تكون عارف ان هو تقريبا بيبقى انسوليبل، فما بيقدرش يمشي في الدم ايه في الميه لوحده، وكونه ان هو بيبقى انسوليبل فده بيخليه ما بيعرفش ينزل مع البول بسهوله، فيزيد التركيز بتاع اليورينري كونسنتريشن بتاعته. طيب هيبدا يزيد تركيزاته في الكدني او مش عارف يدوب في الميه بتاع اليورين اللي هنا وينزل في اليورين طبيعي، فيعمل ايه بقى؟ يبدا يترسب ويكون كالكيلاي زي حصوات او املاح كبيره، حصوات في الرينال تراكت، يكونها بقى في الكيدني، يكونها في اليوريتر، يكونها في البلادر، خلاص يكونها في ايه في اي مكان من الحاجات دي كلها. طبعا لو انت عايز تشخص الناس اللي عندهم سيستينوريا طبعا بتقيس الامينو اسيد ده في اليورين، هتلاقي ان هو نازل في اليورين بكميه كبيره، اكسسيف يورينري ماشي اكسكريشن بتاع كاركترستيك امينو اسيدز اللي هو السيستين. طبعا all these must be identified، لازم تبدأ تميزه كل ده عن الستون فورمينج هوموزايجوتس، يعني لازم تميز الستون فورمينج هوموزايجوتس من هيتيروزايجوتس، خلاص كده كونديشن. طبعا عندي حاجة اسمها سيستين لايسينوريا وعند ماشي، لازم تميزها عن السيستينوريا العادية، تمام. ده كده بالنسبه للدايجنوز بنشخصها عن طريق زياده اليورينال اكسكريشن بتاع الامينو اسيد ايه بتاعنا، عظيم جدا. تعالى بعد كده يقول لي ازاي نقدر نعمل مانجمنت. مانجمنت؟ قال لا ازاي يعني مانجمنت؟ قال لك بص،
اول حاجه لازم تكون عارف ان البيشنت ده بيكون حصوات، والحصوات دي مقرفه بالنسبه له وتتعبه كتير جدا. عشان كده لازم البيشنت دي علاج الحصوات اللي احنا كلنا عارفينه، ان يشرب بلينتي. ايوه دكتور بلينتي، انا هجيب ضربه الجزاء. لا يا بابا، ليه القلش السخيف ده؟ انا بس اللي بقلش خلاص. درينك بلينتي، بلينتي ليها كثره، يشرب كتير جدا من الفلويد، يشرب ميه كتير بالليل، وايه بالليل والنهار، دي اند نايت. رقم اتنين، بص هو ده مش امينو اسيد؟ اسيد اسيد ولا قطه اسيد؟ طيب ايه رايك بقى، مش احنا خدنا في الفارما وتعبنا وبص يعني اتهلكنا، ان احنا لو عندنا ماده حمضيه اجي لليورين اخليه قلوي، صح؟ اهو اجي لليورين اخليه قلوي، فالاسيد ده يخرج كتير، او الاسيد يزيد اخراجه، يخرج كتير. طب ولو الماده دي الكالاين او بيزك؟ ها الكالاين، لو انا عايز اخرجها اخلي اليورين بتاعي اهو، ده كده يورين اهو بقت ويت حلوه، اخليها ايه؟ اخليها اسيد حمض. يبقى لو عملت اسيدفيكيشن لليورين هخرج القلوي كتير، ولو عملت الكالانيزيشن لليورين هخرج الاسيد كتير. طب ما ده امينو اسيد، يبقى نعمل الكالانيزيشن لليورين عشان نبدا نخليه صوليبل، ولما يبقى صوليبل هيخرج في اليورين كتير ويقلل تكوين الحصوات. مش كده وبس، ده احنا لقينا كمان ماده اسمها دي بنسلامين. الماده دي بتعمل ايه بقى؟ قال لي بتعمل حاجتين، لو بصينا في الدياجرام هنا ده كده، قال لي بتقلل السكريشن الافراز بتاع السيستين في اليورين، خلوش ينزل كتير في اليورين، تعملوا حاجه اسمها كيليشن. كيليشن معناها تمسك فيه وتبدا تدو، مش ولو في حصوات من السيستين تدوبها كمان، فده حلو جدا كعلاج. طيب تعالى بقى نبدا نهري شويه مع بعض كده، نشوف ايه الدياجرامز الظريفه اللي موجوده دي. بص 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 بص، صلى على رسول الله. اول حاجه السيستينوريا، مش السيستين ده امينو اسيد، يبقى الامينو اسيد نزل في اليورين، فينفع نسميها امينو اسيدوريا. طيب تخيل كده ان ده النفرون، ده البومنز كبسول خلاص، وده البروكسيمال كونفوليتد تبيول، وده بقيه النفرون بتاعنا. طيب تخيل كده ان احنا الكولا دول اللي هو السيستين والاورنيسين واللايسين والارجينين، الاربعه بينزلوا، المفروض انه يحصل لهم ري ابسوربشن ويرجعوا تاني للدم. لا، هنا واحد عنده بقى الخلايا الزرقاء دي كبرتها. بص كده الخليه بتقول ايه؟ اوبس اي ميزد اول كولا ماينو اسيدز، يا انا فوتتهم كلهم، ما لحقتش امتصهم، فوتهم كلهم ما لحقتش امتصهم. برنس يا ابني شاعر. طيب فالبروكسيمال سيل اللي جنبها بتقول لها، التوبيول سيل اللي جنبها اللي هي الخليه جنبها تقول لها وات نو هيحصل بقى؟ بصوا كده، امينو اسيدوريا ويل برينج سيستين ستون. الامينو اسيدوريا، الامينو اسيد اللي هتنزل في اليورين دي هتبدا تعمل لك دلوقتي سيستين ستون ديزاستر، كارثه يا معلم. نهار ابيض، كارثه. اه طبعا، ويقول لك طبعا السيستينوريا دي عباره عن اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر او ديفكت في الامينو اسيد ري ابزوربشن. المشكله كلها مش عارفين نعيد امتصاص الامينو اسيد اللي اسمه السيستين من البروكسيمال كونفوليتد تبيول، لان الجين المتحكم اللي هو الاوتوزوم، تمام، الكروموزوم ده الجين اللي عليه اللي هو ريسيسيف، مش عارف يخلي التوبيلر سيل تمتص ايه السيستين مره ثانيه ترجعه لايه للدم. وبالتالي بص بص بص، هنا بقى كده بالنسبه لي الكدني اهي، وده اليوريتر اللي نازل منها، ودي البلادر اللي بتفتح بيها، كل ده هيكون فيه ستونز، كل ده هيكون فيه ستون. شايف الاخضر ده ستون 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 ستون، هكذا وتغنيها بقى. طبعا ده برضو شكل تاني، يعني بيقول لك ادي الايه السيستينوريا اهو. السيستينوريا ده ازاي نقدر نعالجها بقى؟ ده العلاج بتاعها. ممكن نبدا العلاج ان احنا نبدا ندسولف الستونز، ندوب الستونز، نشرب ميه كتير. شايف هايدريشن، بص الاخضر ده حصوه، بنغرق الحصوات، اشرب ميه كتير عشان تنزل الحصوه يا معلم. وهنا بص بص، الحصوه من كتر الميه بتدوب، يقول لك الحصوه عماله تنادي، تقول لك سيف مي ايم ميلتنج، انقذني انا بدوب ارجوك، وهكذا. يا بقمه، بص قمه في التاثر، انا هعيط انا بشرح مش قادر. طيب من ضمن العلاج ممكن اعمل برضو الكالانايزنج ايجنت، يعني ادي ماده تعمل اليورين الكالانايزيشن زي البوتاسيوم سيتريت وزي الاسيتازولامايد، هو مش قايلهم عندك، بس ادي حاجه تعمل الكالانايزيشن اليورين، او حاجه تعمل كيليشن تمسك فيه زي الدي بنسلامين، ده الاسم العلمي بتاعه مش عايزينه، او التجاري بتاعه مش عايزينه، تمام كده. ده كده بالنسبه لمين؟ طبعا الكليشن حاجات تبدا تاخدها وتعملها كليشن من الدم، ما تخلاش اصلا تنزل في الفلتريشن، فبالتالي مش هبقى مضطر ان انا اخدها وارجعها للدم اي مره ثانيه، لان اصلا ما نزلتش. حاجات تبدا تعملها ترابنج، تحبسها. شوف بقى ده كده دي بنسلامين اهو، البنسلامين ماسك الكولا، يقول لها مش هسيبك تنزلي في الايه؟ في النفرو، لانك لو نزلتي مش هترجعي. فانا ببدا دي حاجه تعمل كليشن، يعني تفضل ماسكاها في الدم ما تنزلهاش في اليورين. ده كده بالنسبه لاول مرض من الامراض الكبيره، حاجه اسمها سيستينوريا، تمام. طيب عشان خاطر بس يبقى عارفين كده شويه حاجات، ان احنا عندنا كده خدنا اول واحد هنا اللي هو السيستينوريا. نبدا ندخل على تاني واحد بقى، الا وهو الهارت نوب ديزيز.
مش هناخدهم طبعا بالترتيب اللي عندك ده، لكن بالترتيب الايه اللي احنا قلناهم بتاع السكيمه. الهارت نوت ديزيز ده مرض بيجي في الجلد، التهاب جلدي بيبقى شبيه مرض اسمه بيلاجرا، طبعا مش بالغين ولكن هي بالعربي كده اسمها بيلاجرا. تمام، البيلاجرا برضو من الامراض المقرفه للجلد شويه، ومرض شبيه دي اسمه هارت نوت ديزيز. هارت نوت ديزيز. طيب ده عباره برضو عن اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر، برضو نفسك اهو، رير نادر مش بيحصل كتير، بيبقى فيه بص كده رينال وانتستينال ترانسبورت ديفكت، برضو نفس الكلام في رينال انتستينال، بس هناك في الستينوريا ما كانش فيه مشكله في الانتستينال. ليه بقى؟ يعني حتى لو في انتستينال ترانسبورت ديفكت ما كناش تاثر، لان كده كنا بنصنعه معايا كده. ده بقى بيشمل مش الداي بيزك امينو اسيد، الهارت ناب، الهارت ناب بيشمل النيوترال، النيوترال امينو اسيد اللي هو الايه اللي هو التريبتوفان يا جماعه. يبقى هنا النيوترال امينو اسيد اللي هو مين؟ التريبتوفان. طيب هنلاقي ان معظم ان ما كانش كل الكلينيكال مانيفيستيشنز الاعراض بترجع الى بسبب بص كده نقص الانتستينال ابزوربشن وزياده اليورينري ايه لوس بتاع التريبتوفان. ما انت يا باشا المفروض ده كده الانتستين صح كده، والمفروض ان انت عندك خلايا، الخلايا دي لو انت واكل دلوقتي اهو تريبتوفان تبدا تمتصه لك وترجعه للدم صح، ولا توديه للدم يعني يبقى فيه تريبتوفان. ولو التريبتوفان ده مشي وراح للكيدني في النفرون، فالمفروض النفرون ده الخلايا بتاعته ترجع تريبتوفان مره تانية وتوديها لمين؟ للبلط. طب ساعتك لو احنا ما امتصناهوش او امتصناه بس ما نزلش، نزل هنا وما رجعناهوش للدم، ما عملناش ري ابزوربشن، هيزيد اليورينري لوس بتاعه، هيفقد كتير يا جماعه التريبتوفان ده صح ولا لا؟ طيب طب ايه التريبتوفان ده لو ناقص يعني ايه المشكله؟ عشان تعرف المشكله اللي هتحصل لازم تعرف الطبيعي بتاع التريبتوفان عباره عن ايه. بص يا سيدي صلى على رسول الله، التريبتوفان ده الامين اسيد ده نورمالي بيتحول جزء منه الى نيكوتينامايد. تمام، التحويل ده بينج سبيشال امبورتنت بيبقى مهم امتى بقى؟ لو الدايتري انتيك، لو الاكل اللي فيه نيكوتينامايد از مارجنال مش قد كده، يعني انت ما تاكلش حاجات فيها نيكوتينامايد كتير، فبالتالي محتاج انك يبقى عندك تريبتوفان عشان تعوض النقص بتاع النيكوتين ايه النيكوتينامايد. طيب طبعا الزياده في برضه هنا حاجه حلوه جدا يقول لك، يبقى بص كده الاكس بيبقى فيه اكسسيف اماونتس اوف اندول كومباوندز. طيب الاندول كومباوندز دي بقى الكميات الكتيره اللي جايه دي جايه منين؟ بتبقى جايه من البكتيريا الاكشن، شغل البكتيريا على الان ابزورب التريبتوفان. يعني تخيل كده انا اكلت تريبتوفان، اكل فيه تريبتوفان ونزل في الانتستين بس مش عارف امتصه، وبالتالي بيفضل موجود. طب ما هي يا جماعه تخيل كده ان الازرق ده عباره عن تريبتوفان مش عارف امتصه، ما في مشكله في الامتصاص، هنلاقي ان البكتيريا اللي موجوده، يعني شوف البكتيريات دي شريره قوي اهو، بكتيريات شريره، هتبدا تشتغل عليه، ولما تشتغل عليها تبدا تنتج لي اندول كومباوندز. تنتج لي مين؟ اندول كومباوندز. الاندول كومباوندز دي تبدا تمتص اهي، ابزوربد من الجت هي اللي تمتص، مش الايه؟ مش التريبتوفان، انما مين اللي هيمتص بقى؟ قال لك سعادتك الاندول. ولما تبدا تمتص تخرج في اليورين. لو عايز تشخص ممكن تقيس الكاركترستيك امينو اسيد، ممكن تقيس الاندول حتى امينو اسيد، تقيسها في اليورين هتلاقيها ايه؟ هتلاقيها عاليه. معنى كده التريبتوفان مش عارفين نمتصه ولكن بيمتص بداله الايه؟ الاندول اللي احنا كوناه. طيب تمام. طبعا في هنا عندك الكلينيكال بيكتشرز او فيتشرز، الاعراض بتاع الهارت نوب ديزيز بتبقى انترميتنت متقطعه وتشبه لحد كبير اعراض البلاجرا. تمام، هنلاقي مثلا الشخص ده عنده ريد سكيلي راش، تلاقي عنده طفح كده احمر ويبقى عليه زي طبقه قشر كده موجوده على الاكسبوزد اريا بتاع السكن، المناطق الجلد العريانه اللي للجو. رقم اثنين ممكن يبقى عنده ريفرسبل، يعني ممكن الموضوع يتصلح، سيريبيلر اتاكسيا. سيريبيلر اتاكسيا ده خدوها في السي ناس ان شاء الله في البطنه لو عندكم بطنه، ان الانسان يبقى ماشي بطريقه غير متزنه، طبعا ليها كلام كتير تحتها ولكن مش عليكم. ممكن يبقى عنده مينتال كونفيوجن كده وذ فاريا ايه اوف فاريبل ديجريز، يبقى عنده شويه كونفيوجن وهو مرتبك ومش مركز ومش مش واخد باله من الحاجات اللي حواليه، اسمها مينتال ايه كونفيوجن. تمام، ده بالنسبه للهارت نوب ديزيز. رقم ثلاثه يبقى تاني كده، احنا كده عشان بس الناس تبقى معانا، احنا خدنا السيستينوريا والحمد لله خلصنا الهارت ناب دي، الهارت ناب ديزيز. المفروض دلوقتي نبدا نخش على الفاميليال. تمام، طيب رقم ثلاثة الفاميليال ام، بص كده امينو جلايسينوريا. ما هو الجلايسين ده امينو اسيد مش امين، امينو اسيد صح. طيب الديفينيشن هنا عباره عن انهيريتد اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر، برده نفس الكلام، كلهم لحد دلوقتي اوتوزومال ريسيسيف، اللي هو مين؟ اللي هو خدنا السيستينوريا، جميل، سيستينوريا، وخدنا تاني حاجه الهارت ناب، جميل، ديزيز، وتالت حاجه الفاميليال امينو جلايسينوريا، عشان نجمع الحاجات الايه الاوتوزومال ريسيسيف ديزيز.
طبعا بيبقى فيه من الاسم بتاعه هيزيد اليورينال اكسكريشن بتاع الامينو اسيدز اللي هي البرولين والهيدروكسي برولين ومعاهم الجلايسين، لان الثلاثه مع بعض هيخرجوا ليهم نفس الباث واي. يقول لك ديسبايت، بالرغم ان فيه نورمال بلازما، يعني هم مستواهم في الدم الطبيعي يا جماعه، يعني انا الطبيعي، بص بص بص، لو انا عندي ماده كتير كتير في الدم، الطبيعي ان هتلاقيها كتيره في اليورين، صح؟ طيب ايه رايك بقى ان احنا عندنا دلوقتي الجلايسين والحاجات دي كتيره في اليورين بالرغم من ان هي طبيعيه في الدم؟ ليه بقى؟ قال طيب يعني اشمعنى يعني؟ قال لك بسبب ان هي طبيعيه في الدم، دي المفروض ترجع مره تانية، المفروض ارجعها لان محتاجها، صح؟ ليه محتاجها؟ لان مستوى في الدم طبيعي، مش كتير عن حاجتي عشان اخلص منها، فهي بتنزل مع الفلتريشن عادي، ولكن الطبيعي لما بتنزل مع الفلتريشن برجعها للدم تاني، بنقلها وارجعها للدم. نلاقي بقى الناس عندهم ترانسبورت ديفكت، ما بيعرفوش ينقلوهم للثري كومباوندز مع بعض، الثلاثه دول ما بيعرفوش يرجعوهم مره ايه مره ثانيه. طيب النتيجه بقى ايه؟ الكونديشن دي از ابيرنتلي هي هارمليس، مش بتضايق، ولكن ماست بي ديفرنشيتد، لازم تميزها عن الاذر مور سيريس كوزز، الاسباب الثانيه الاكثر خطوره بتاع الامينوجلايسينوريا، زي مثلا الديفكت في البرولين، اللي هو البرولين ده ميتابوليزم اللي بيبدا لو هو ما اتكسرش يبدا يتراكم البرولين ويعمل لي هايبر برولينيميا، يعني زيادة البرولين في الدم، هايبر برولينيميا. طبعا دي بتعمل أعراض خطيرة بس مش عليك الكلام بتاعها. بعد كده عندنا رقم 4 الهيريديتري نيفروتيك دايابيتس انسيبيتس، عشان برضو تبقى مركز معايا. احنا خلصنا لحد دلوقتي ايه؟ خلصنا السيستينوريا، وخلصنا الهارت ناب ديزيز، خلاص. وهناخد طبعا كان في الامينوجليسيماشي جلايسينوريا مش موجوده هنا، وخلص، وهناخد الهيريديتري نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس. طيب ايه ده دايابيتس انسيبيدس دكتور؟ ده مرض السكر؟ لا هو مش سكر قوي، تمام، هيريديتري طبعا وراثي. نيفروتيك دايابيتس انسيبيدس، ينفع نكتبها دي اي عادي، انما الدايابيتس ميليتس دي ام، تمام. طيب ده بقى بيحصل فيه ايه؟ دارير امبورن ايرور، ماشي، انفولفنج، بيبدا يشمل الرينال collecting duct function، يبقى المشكلة كلها في collecting duct. ازاي يعني؟ بصوا يا جماعة، تعال ناخد كده يعني، خلاص نرجع للورقة تاني، كنت هشرح على الوايت بورد ولكن مش مشكلة. تخيل ان احنا عندنا كده يا جماعة، نفتكر كده مع بعض الكلام بتاع الفسيولوجي، ان احنا عندنا هنا نفرون، بومانس كابسول، بعد كده البروكسيمال convoluted tubule، ثم اللوب اوف هنلي، تمام، ثم الديستال convoluted tubule، ثم الكوليكتنج دكت بالمنظر ده، ده اللوب اوف هنلي. الله، احسن نفرون رسمته في حياتي، يا نفرون حياتي، ده بيتغزل في النفرون. بص كده معايا، المفروض الكوليكتنج دكت هنا بيشتغل عليه هرمون اسمه ADH. طيب هذا الهرمون بيطلع، لو تخيلنا كده ده الهايبوثالاموس، ودي البيتيوتري جلاند الغده النخاميه، فيها انتير لوب وليها بوستير لوب. البوستير ده بيبدا يفرز الاي دي اتش، يمشي في الدم لحد ما يوصل للنفرون، يشتغل على الجزء ده. تخيل بقى ان احنا لو رسمنا بلاد فيزل قدام الكوليكتنج داكت، ده مين ده؟ ده بلاد فيزل. الاي دي اتش بيعمل ايه لما بيشتغل؟ بيبني هنا ووتر تشانلز على الكوليكتنج داكت، ويجي واخد الميه من هنا ويديها للدم، ياخد ميه من هنا ويديها للدم، حلو جدا. فبالتالي اليورين اللي نازل هيبقى قليل ولا كتير؟ هيبقى قليل، برافو عليكم، لان انا خدت منه ميه للدم، يبقى كميته قليله ولكن يبقى مور كونسنتريتد، يعني تركيزه عالي لان في املاح كتيره بس كميته قليله. طيب ايه رايك بقى لو احنا عندنا، ركز كده ركز كده، ان الجين بيتحكم في الموضوع ده باظ، اللي له علاقه بتكوين الشانل، يبقى الاي دي اتش مش هيشتغل، ولو ما اشتغلش الميه تنزل كتير في اليورين، ولو نزلت كتير هيعمل ميه ويورين كتير، صح؟ يبص كده يقول لي المرض ده بقى مش اوتوزومال. للاسف بقى ده اول واحد بيتشال على السكس كروموزوم، بس برضو بيبقى جين ايه؟ بيبقى جين متنحي، سكس لينكد ريسيسيف، سكس لينكد متشال على السكس كروموزوم، الكروموسومات الجنسيه مش الجسديه، مش الاوتوزومز، ده اول واحد. النيفروتيك دايابيتس انسيبيدس بيبقى سكس لينكد ريسيسيف ديس اوردر، بيبقى فيه البلازما اي دي اتش كونسنتريشن، يعني مستوى الاي دي اتش عالي عالي، يعني يعني المفروض الاي دي اتش بيطلع عالي، مفيش مشكله في البوستيريور بيتيتري، ولكن كانت ريسبوند تو ات، مش عارف يمسك في ريسبتور ويشتغل هنا، مش عارفين نستجيب له، فبالتالي مش بيرجع لي الميه للدم زي ما احنا قلنا. طبعا الريزلتس النتائج المترتبه عن ذلك، هنلاقي ان نيوبورن انفانتس بيبداوا يعملوا يورين كتير، لارج فوليوم اوف يورين، واليورين بص كده لما يعمل يورين كتير يبقى الميه اللي ترجع للدم قليل.
طب ما هو الدم ده بيبقى فيه املاح وميه، لما الميه ترجع له قليل هيبقى الاملاح تركيزها اعلى، هيبقى هايبر اوزمولر، والفوليوم حجمه يقل في الدم ويزيد في اليورين، ولما يقل في الدم الحجم يسموها فوليوم ديبليتد اللي هو نفاذ حجم الدم بيبدا يخلص ويقل. طبعا اليورينري لوس از ديفيكلت تو اسيست، كميه الميه اللي بنفقدها صعب انك تقيمها في العمر ده. وبرضو يعني الطفل هنا المفروض ان هو بيعيط بيبقى عطشان، احنا ما نعرفش بقى بيحصل مس انتربريتد ان العياط ده ممكن يكون بسبب عطش، يعني ما بناخدش بالنا ان هو بسبب العطش بتاعه، فبالتالي بتعرفش شخصها بسرعه. هو الطبيعي ان طفل ما بيعطش بيعيط، بس هو مش هيعيط بس عشان هو عطشان، ممكن يعيط بسبب اي حاجه. فانا ممكن ما اخدش بالي ان العياط الكرايز اللي بيعمله ده بسبب اصلا الثيرست انه عطشان معايا. طيب طبعا الكلينيكال فيتشرز بتاعتي، الاعراض بتاعتي ان هو العيان بيعمل يورين كتير، بولي يوريا، طبعا ده بيظهر في الطفل اللي لسه مولود، بولي يوريا يورين كتير مش اوليجوريا، اوليجوريا معناها يورين قليل، لو بيعمل يورين كتير اهو يورين كتير. طيب ده كده رابع مرض اللي هو الهيريديتري نيفروتيك دايابيتس انسيبيدس. بعد كده عندي الانهيريتد هايبر بيليروبينيميا، زياده البيليروبين في الدم، ودي منها نوعين الانكونجوجيتد هايبر بيليروبينيميا والكونجوجيتد. طبعا هنا فيها نوعين الانكونجوجيتد، هما الاثنين بالجي او بالسي 2 السي المفتوحه دي كده اللي هي الجيلبرت سيندروم والكريجلر ناجور، اما الكونجوجيتد هما اثنين الدوبن جونسون سيندروم والروتر ايه والروتر سيندروم. نبدا بقى نمسك واحده واحده فيهم، بس عشان تفهم الكلام ده لابد انك تبص معايا على الصوره الاتيه. بصوا شباب، قصة البيليروبين الطبيعي بتاعها الآتي، يعني البيليروبين ده بيجي منين؟ احنا عندنا الأرفيسيز لما بيعدي عليها 120 يوم زي ما انتم شايفين في الشكل فوق ده كده بتبتدي تتكسر، تكسر ويطلع منها الهيموجلوبين. الهيموجلوبين بيتحلل حاجة اسمها هيم زائد جلوبين اللي بالمصري جلوبين. الجلوبين ده عبارة عن بروتين يتكسر إلى حاجات أصغر اللي اسمها أمينو أسيد. طب والهيم يتحول لأيرن وبيليفيردين، الايرون يروح يحصل له ستورج في الكبد والمسلز والكلام ده كله، البيليفيردين يتحول الى بيليروبين. كل ده في الدم. البيليروبين ده بيبقى في الدم اسمه هيموبيليروبين لانه في الدم، وبيبقى انسوليبل ما بيعرفش يدوب، ونسميه اندايركت طبعا مش عليك ليه دلوقتي ده في الفسيولوجي، ونقول عليه انكونجوجيتد لانه مش ماسك في حاجه مش حاصل له كونجوجيشن، وبيبقى انسوليبل. ما دام هو انسوليبل لازم هو البلاد فيزل يتشال على بلازما بروتين عشان يقدر يمشي، يتشال على الالبومين، يفضل الالبومين حمال الاسيه شايله لحد ما يروح للليفر يقول له خد يا ليفر انا هفضل شايل لك حاجتك كده طول الوقت ولا ايه؟ يقول له خلاص يا عم براح علينا. يجي الليفر بيبقى فيه انزيم اسمه جلوكويورونايل ترانزفريز، تمام؟ هذا الانزيم بيبدا يعمل حاجه اسمها كونجوجيشن ليفر هو للبيليروبين. هو كان انكونجوجيتد هنمسكه مع 2 جلوكورونيك اسيد ونعمل له كونجوجيشن فيصبح اسمه كونجوجيتد بيليروبين، او بدل انكونجوجيتد، او بدل هيموبيليروبين يبقى كولي بيليروبين، او دايركت بدل اندايركت. طيب ده بقى يجي نازل، ده في الليفر يجي نازل مع العصاره الصفراويه مع البايل سولت هنا كده، وبعد كده ينزل في الانتستين بفعل البكتيريا. خلاص بص كده، طبعا ينزل في الانتستين يبقى اسمه يوروبايلينوجين. طيب بفعل البكتيريا اليوروبايلينوجين ده يبدا بقى يتقسم كالاتي، الكميه اللي نازله دي كلها تقسم ل 5% تمتص وتروح للدم، بص كده سيستميك سيركيليشن يوروبايلينوجين اهو زي ما هو، ويجي رايح للكدني يوروبايلينوجين، واليوروبايلينوجين ده ينزل في اليوريتر وهو نازل بيتحول ماده اسمها يوروبايلين. طيب وبعد كده ده 5%، وبعد كده من 10 ل 20% من اليوروبايلينوجين يمتص للدم ويرجع مره ثانيه للليفر وينزل مره كمان، ماشي. وبعد كده ال 75 الى ال 80 او 90% اللي باقيه تنزل في اللارج انتستين وتبقى اسمها ستيركوبايلينوجين، وتتاكسد بفعل الهواء يا خارجه في الاستول في البراز اسمها ستيركوبايلين، والماده دي اللي تدي للبراز البراونش كلر اوف ستول لون البني. طيب اللي انا عايز يعني استجمع ده كله تاني، ان البيليروبين بيبقى في الدم اسمه هيموبيليروبين انسوليبل او انكونجوجيتد، وبيبقى في الليفر اسمه كونجوجيتد او سوليبل او كولي بيليروبين. تمام كده، عظيم قوي.
كده احنا خدنا البيزك اللي هو مش مشروع عندك اللي هيفهمك بقى كويس. تعال ناخد بقى الكلام بتاعنا. قال لك بص يا سيدي، احنا عندنا الانهيريتد هايبر بيليروبينيميا، البيليروبين لما بيزيد ممكن يبقى انكونجوجيتد ممكن يبقى كونجوجيتد. الانكونجوجيتد اثنين والكونجوجيتد اثنين. تعال نبدا بالحاجات الانكونجوجيتد اللي هم الجيلبرتس والكريجلر نجار سيندروم، نجار وسباك وكهربائي وكل حاجه. طيب ادي اول حاجه ناخدها الانكونجوجيتد هايبر بيليروبينيميا. اول حاجه عندنا الجيلبرت سيندروم. طيب زي ما انتم شايفين كده الجيلبرت سيندروم المشكله اللي فيها ايه بقى؟ قال لي ده ريليتيفلي كومن فاميليال كونديشن، ماشي حاجه مشهوره على فكره بتحصل كتير في الناس فاميليال ما بين العائلات، بتحصل في اي ايج اي ايج، ولكن ميلي تحصل انت عاده بقى؟ قال لي بعد السكند ديكيد. طب الديكيد ده اللي هو العقد مش عقد ايجار، لا لا العقد اللي هو 10 سنين، يا بتحصل بعد العقد الثاني يا بعد 20 سنه، يعني السن بقى 21 22 23 بعد ال 20. طيب متوقع بقى انت اسمها انكونجوجيتد هايبر بيليروبينيميا، ان البيليروبين اللي هو الانكونجوجيتد يبقى زياده. طيب نورمالي اصلا مستوى قد ايه؟ بيتراوح ما بين 20 ل 40 مايكرو مول لكل لتر، او نقدر نقولها من 1.2 الى 2.5 مللي جرام لكل ديسي. طيب ريرلي نادرا انها تتجاوز ال 80 مايكرو مول او ال 5 مللي جرام للديسي. طبعا هتلاقي بيبدا يفلكتويت يزيد ويقل خلاص، وممكن يزيد اثناء الانتركرنت إلنس اثناء الامراض المرض عموما او حتى الفاستنج لو انت صايم بيزيد برضو هذا الانكونجوجيتد بيدروب. طيب ايه الاعراض بقى يعني؟ قال لك بص الحاله بتبقى هارمونيس، يعني ما تضايقش وما تعملش اعراض وحشه، ولكن مهم جدا ان انا ابدا اميزها عن الهيموليسيز والهيباتيتس، لان الاثنين دول بيعملوا اعراض وحشه. طيب الثلاثه ده وده والجيلبرت الثلاثه مع بعض بيخلوا السكين زي ما انت شايفه كده اصفر، بس يا اما اصفر بس ومفيش اعراض ثانيه وحشه تبقى هارمفول يعني، فبالتالي يبقى هارمليس ما يبقاش هارمفول، يا اما يبقى فيه صفار ومعاها اعراض وحشه، لو معهاش اعراض يبقى جيلبرت. طيب يقول لي اوفتن بيكمز ايفيدنت، بيبقى الموضوع واضح خلاص لما البلازما بيليروبين كونسنتريشن تركيز البلازما او تركيز البيليروبين في البلازما يفشل ان يرجع للنورمال، يعني مش عارف اتخلص منه ليه؟ ما عشان يا جماعه اتخلص منه لازم اعمل كونجوجيشن. تمام لو الانسان عنده مشكله في الانزيم اللي بيعمل كونجوجيشن مش هيعمل، فبالتالي هيزيد مستواه مش هيقل للنورمال. الكلام ده برضو ممكن يحصل مع مين غير الجيلبرت؟ يحصل مع الاتاكس اوف هيباتايتس ساندا التف الكبد، او اثناء المايلد إلنس. اي مايلد إلنس على فكره بيعمل شويه هيباتوميجالي، يكبر الليفر شويه ويخلي الليفر مش قادر يعمل كونجوجيشن، وبالتالي يزيد الانكونجوجيتد بيليروبين. تمام طيب فممكن يعمل الانسان جوندس او صفرة. طيب تعالى بعد كده اقول لك بالرغم من ان بعض البيشنز دو هاف شورتند ريد سيل سرفايفل، يعني عندهم الار بي سيز، بالرغم ان بعض الناس عندهم الار بي سيز تعيش فتره صغيره اقل من 120 يوم الطبيعيه، هتلاقي ان السبب عندهم ممكن بقى بالرغم ان بعض الناس عندهم كده، بس بص 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 تاني عشان ما تتلخبطش مع بعض. الار بي سيز الطبيعي 120 يوم، فبتتكسر بمعدل منتظم بحيث ان البيروبين اللي بيتكون بلحق تخلص منه. طب لو هي مثلا معدل حياتها اقل شورتند من 120 يوم هتتكسر بسرعه، فالبيليروبين يبقى كتير كتير كتير. طب ما هو البيليروبين لما يطلع من الار بي سيز اللي هي ناتج عن تكسير الار بي سيز بيبقى هيموبيليروبين، والهيموبيليروبين ده اللي هو الانكونجوجيتد بيليروبين. طيب يبقى اذا هيعمل هايبر بيليروبينيا. ممكن بقى بالرغم ان ممكن يبقى عنده ار بي سيز عمرها قصير، ان ممكن يكون سبب الهايبر بيليروبينيميا حاجه تاني، الا وهو الانزيم نفسه مش عارف يعمل كونجوجيشن. يعني ممكن يكون السبب ار بي سيز عمرها قليل، مش هي دي الجيلبرت، وانما الجيلبرت الاساسي ان يبقى فيه اماتيور جلوكيرونايل ترانسفريز، الانزيم اللي بيعمل كونجوجيشن مش قادر يشتغل، وده ممكن يكون بسبب فاكتورز كتيره جدا خلاص. وطبعا الانزيم ده بيبقى انفولفد في الهيباتيك ابتيك، يخلي الهيباتيك او الليفر، هيباتيك الليفر، الليفر يقدر ياخد البيليروبين ويعمل له كونجوجيشن. لو ما عملتش كده هيفضل هيموبيليروبين او انكونجوجيتد بيليروبين، وبالتالي هيزيد في الدم ويعمل صفار، بس هو كل اللي هيعمله هيعمل صفار جونز. طيب ده الانكونجوجيت ويبقى انسوليك. تاني واحده بقى اسمها كريجلر نجار سندروم، سببها نقص شغل الانزيم، وده اخطر على فكره. التاني لا الانزيم مش ناقص، يعني ممكن ما يكونش الانزيم ناقص اصلا، هنا لا الانزيم ناقص ويبقى اخطر، ويحصل منذ الميلاد ادبرث، ومتوقع لها الانكونجيجيتد بيليروبين مستواه في البلازما
بتزيد لحد التركيز الذي يتجاوز ذات اكسيد. اكسيد معناه يتجاوز الباين كباسيتي اوف البيومن. يعني تخيل كده احنا عندنا 100 عربيه البيومن، 100 بيشيلوا عليهم الانكونجيجيتد بيليروبين. طب تخيل بقى الانكونجيجيتد زاد وليكن 200، احنا عندنا 100 عربيه بقى تشيل 100. طب وال100 الزياده خلاص بقى تندشر في الدم وتروح توصل للبرين وتعمل لي كارنكترس لو وصلت لمين؟ للبرين. طبعا يقول لك الموضوع ده منه نوعين، تايب 1 وتايب 2. تايب 1 سميه كومبليت، تايب 2 سموه بارشال. الكومبليت ده بيبقى اوتوزومال ريسيسيف، اما البارشال بيبقى اوتوزومال دوميننت. الاثنين متشالين على الاوتوزومز اللي هي الكروموسومات الذاتيه او الجسديه، ولكن ده ريسيسيف تايب 1 اللي هو متنحي، ولكن دوميننت الوسائط. طيب تعالى كده نعيش شويه موضوع الكريجلر نجار سندروم في الدياجرام الجميل ده. بص الموضوع بيبتدي كالاتي، احنا عندنا كل فتره بيحصل تيرن اوفر للار بي سيز، تتكسر ويطلع منها البيليروبين زي ما احنا شفنا. الاصفر اللي انتم شايفينه الكور دي عباره عن بيليروبين، تفضل تمشي لحد ما توصل الليفر. بيبقى عباره عن ايه البيليروبين ده؟ بيبقى عباره عن انكونجوجيتد او ووتر اونس انسوليبل، ما بيدوبش في الميه، متشال على قلبي من وصل الليفر. الانكونجوجيتد بيليروبين اللي الحته الصفراء دي لما كبرناها شكلها اهي، تدخل الليفر الطبيعي يبقى فيه الهيباتيك جلوكيرونايل ترانزفريز او نقول عليه يو جي دي. خلاص لما بيشتغل بيعمل كونجوجيشن، يمسكها في جلوكيرونيك اسيد ويخليها سوليبل وينزلها يفرزها مع العصاره الصفراويه وتنزل. طيب ايه رايك بقى تنزل معظمها في الاستول؟ ايه رايك بقى واحد عنده الاكتيفيتي بتاع هذا الانزيم مش شغال، سماركلي ريديوسد، مش بيقل او ابسنت، مش موجود، فبالتالي البيليروبين از انيبل، مش هيقدر تو بي افكتيفلي ان يحصل له كونجوجيشن. ولو ما حصلش كونجوجيشن بالتالي هيفضل انكونجوجيتد، والانكونجوجيتد بيليروبين كانت بي، مش هينفع يفرز مع البايل ومش هينفع يتشال من الجسم كده. فبالتالي يحصل بقى رقم 5 الا وهي ان مستوى الليفلز على الانكونجوجيتد بيليروبين هيزيد في الدم، ولو زاد هيبدا يوصل ويعمل دامج للبرين. لما يعمل دامج للبرين ده بيسموها كيرنكترس. ادي يا عم البرين اهي، شوف بقى دياجرامات جميله جدا توضح لك الحاجه وتحفظها لك. ده كده الكريجلر نجار سندروم، ده كده بتاع الانكونجوجيتد. هات بقى الكونجوجيتد. الكونجوجيتد هايبر بيليروبينيميا بقى ده المفروض في حالتين، واحده اسمها دوبن جونسون سندروم، واحده اسمها روتر سندروم. الدوبن جونسون على فكره تبقى هارمليس مش مؤذيه، ولكن هي سببها كلها بسبب الديفكتيف اكسكريشن بتاع الكونجوجيتد. يعني انا باجي اخد الانكونجوجيتد الطبيعي اللي هو اللي هو ناتج عن تكسير الارسيز عادي جدا، وابدا احوله الى كونجوجيتد. المفروض بقى الكونجوجيتد ده يخرج من الليفر وينزل مع البايل، هو بقى ما بيخرجش، مش عارفين نعمل له اكسكريشن مع البايل، البايل لوحدها تنزل ولكن هو لا مش عارف. بالتالي يبدا يتراكم، اللي يتراكم بقى في الدم ويرجع للدم هو انكونجوجيتد ولا كونجوجيتد؟ كونجوجيتد، فيعمل لي كونجوجيتد هايبر بيليروبينيميا. طبعا يوصف بقى انه يبدا يزيد شويه سلايتلي انكريز في البلازما كونجوجيتد بيليروبين، تمام، وتبدا تزيد شويه تقل، تزيد شويه تقل وهكذا. يقول لي لان البيليروبين اللي بيتراكم ده بيبقى كونجوجيتد، والكونجوجيت ده ليبيد سوليبل ولا ووتر سوليبل؟ ووتر، بيدوب في الميه، وما دام هيدوب في الميه يمشي في الميه لحد ما يوصل للكدن ويدخل وينزل مع اليورين، فممكن نلاقي ميبي ديتكتبل، ممكن نكتشفه انه نازل في اليورين، تمام. وممكن برضو يتراكم في الليفر ويعمل لي هيباتوميجالي، يعمل تضخم في الكبد. ونلاقي في حاله الدوبن جونسون، الدوبن جونسون سندروم خلاص بيبقى فيها الليفر از دارك براون. افتكر ان الدوبن بيبقى فيها الليفر دارك براون، بني غامق ان ابييرنس، وده بسبب وجود بيجمنت اسمها لايبوفيوسين. اللايبوفيوسين دي صبغه بتصبغ الليفر تخليه دارك براون، ده بيحصل مع الدوبن جونسون سندروم. طبعا البلازما الكلاين فوسفاتيز ده اختصاره، النشاط بتاعه نورمال ما فيش مشكله خالص، ونشخصه عادي ان احنا نقدر ميبي كونفيرم، ناكد التشخيص بتاعنا باي كاركترستيك ستيننج، ان احنا ناخد ليفر بايبسي عينه منها ونبص نلاقي ان هي مصبوغه باللايبوفيوسين لونها دارك براون، اشخص منها على طول الدوبن جونسون سندروم. الروتر سندروم شبه الدوبن جونسون سندروم، ولكن الليفر سيل ما بتتصبغش فيها. طيب كده خلصنا
اول inherited disorders. الديسوردرز الثانيه بقى ناخد فيها صغيره مش كبيره خلاص، هناخد فيها الفينايل خلاص كيتونوريا، وناخد فيها الالكابتانوريا، وناخد فيها الالبينيزم عشان دي اول حاجه الديسوردر بتاع الاروماتيك. طيب الاروماتيك امينو اسيد. طيب احنا كنا اتكلمنا من شويه عن التريبتوفان، عايز اتكلم عن التيروزين. التيروزين ده بينتج من امينو اسيد تاني اسمه فينايل الانين. يبقى الفينايل الانين ده البريكورسر اللي بنبدا نجيب منه مين، بيتحول الى تيروزين. عظيم. تعال نبدا بقى في اول واحده اللي هي الفينايل كيتونوريا. طيب فينايل كيتونوريا ده اوتوزومال ريسيسيف ديسورد زي اخواته. احنا لحد دلوقتي الوحيد يا جماعه اللي احنا قلنا عليه بيبقى 6 لينكد، الوحيد اللي مش اوتوزومال ريسيسيف ديسوردر اهو اهو اللي هو الدايبيتس انسيبيدس اللي هي الهيريديتري. تمام، غير كده كان كله اوتوزومال ريسيسيف، بس كان في واحده اوتوزومال دوميننت اللي هي في مين، في الكريجلر نجار تايب 2 اللي هو البارشيال. يبقى دوميننت تايب دو بيبقى دو دوميننت، تنساش ده في الكريجلر نجار. تمام، تعالى بعد كده يبقى ده عباره عن اوتوزومال ريسيسيف ديسوردر، عرفنا معناها. الفكره بقى في المرض ده ايه اللي بيحصل فيه؟ السبب قال لي في ابنورماليتي في الفينايل الانين هيدروكسيليز سيستم. ازاي يعني؟ المفروض عشان الفينايل الانين ده عشان اقدر احوله الى تيروزين لابد ان انا محتاج انزيم، هذا الانزيم اسمه فينايل الانين هيدروكسيليز، هو ده اللي بيحول الفينايل الانين الى تيروزين. طب انا بقى عندي الفينايل الانين هيدروكسيليز سيستم اللي هو الباء، الباء ده الباء البواب، الباء ده ماشي في مشكله، فبالتالي هذا الانزيم افكتد، مش عارف احوله، احول الفينايل الانين الى تيروزين، فمستوى التيروزين يقل والفينايل الانين يزيد. يقول لي ولكن في حوالي 3% من الحالات ذوز ريسبونسبل فور، مسؤول عن تصنيع الكوفاكتور اللي اسمه، بص كده بيبقى فيه 3% من هذا الانزيم مسؤول ان يصنع حاجه اسمها التترا هاي، ماشي، التترا هايدرو بايو بيترين. ده طبعا بيبقى ابنورماليتي موجوده مش محتاجينها، اهم حاجه ان احنا نعرف ان الفينايل الانين هيدروكسيليز انزيم هو ده الانزيم المسؤول ان يحول الفينايل الانين الى تيروزين. طيب الكلام ده ما يحصلش في الفينايل كيتينوريا، وبالتالي هنلاقي ان في سيفرال ديفرنت انهيرتد ديفيشنسيز، العديد من النواقص الوراثيه لبعض المواد المختلفه، ممكن هاف فيري سيميلر باي كيميكال اند كلينيكال كونسيكونس، بيبقى فيها نفس التتابعات الكيميائيه والكلينيكيه. تخيل كده كذا مادة. ازاي بقى؟ ليه بقى؟ لان الفينايل الانين ده مش هيتحول لتيروزين، صح؟ عشان ناقص الانزيم ده، وده مش هيتحول. الفينايل الانين هيتراكم في البلازما، واي حاجه تزيد في البلازما في الدم هتخرج في اليورين، وبرده مع الميتابولايت بتاعته بتاع الفينايل الانين اللي هي الفينايل بايروفيك اسيد واللي احنا نقول عليه فينايل كيتون. ولما الفينايل كيتون ينزل في اليورين يعمل لي الحاله اللي اسمها فينايل كيتونوريا. يا سلام، ايه الجمال ده يا دكتور؟ طبعا، امال ايه؟ طيب بعد كده ايه بقى الاعراض بتاع العيان ده؟ رقم واحد يبقى عنده شويه اريتابيليتي، مش قاعد على بعضه، فيدنج بروبلمز، شكل في الاكل، فوميتنج، يرجع، ممكن يحصل له شويه فتس، تشنجات، خلاص في اول اسبوع من حياته. خلاص، طبعا ما فيش مانع ان يحصل له منتال ريتارديشن، تاخر عقلي شويه، كل ده بسبب نقص التيروزين. وطبعا التاخر العقلي ده يحصل ما بين الشهر الرابع والسادس، الفورث والسكس مانثس. طبعا ممكن يبقى معاه سايكوموتور اريتابيليتي، برده شويه مشاكل نفسيه وحركيه. طبعا عنده في الجلد جنراليز اكزيما، اكزيما دي احد اشكال الامراض الجلديه اللي بناخدها. ممكن يبقى عنده تندنسي تو ريديوز ميلانين، يبقى عنده نقص الميلانين اللي بتصبغ الجلد، ميلانين فورميشن، بسبب نقص البرودكشن اوف تيروزين، لان التيروزين بنبدا ناخد منه ايه؟ نعمل منه ميلانين. لو ما فيش تيروزين يبقاش فيه ميلانين، وبالتالي الجلد يبقى فاتح. عشان كده البيشنتس هنلاقيهم عندهم بيلد سكن وشعرهم فاتح، اشقر يعني، فير هيرد اللي هو اشقر، وبلو ايد وعينيهم زرقاء، لان الميلانين برضو محتاجينها في الاي في الصبغه. كل ما يقل صبغه الميلانين في العين، كل برضو ما يفتح لون العين يبقى اخضر وازرق، هنا ليهم زرقاء. عشان كده انا عامل لك الحاجات هنا زرقاء، الورقه يعني. دايجنوز نشخص ازاي؟ متوقع لما اقيس الفينايل الانين كونسنتريشن في الدم اخد عينه، طبعا اعمل ايه؟ هيل بريك
اللي اجيب دبوس كده واشك كعب رجلين واخد العينه من كعب رجلين. الفينايل الانين موجود في كعب رجلين، هو بياخدوا العينه من هناك يعني. طيب في برضه ممكن غير ان احنا نقيسه في الدم، ممكن نعمل مايكرو بايولوجيكال جوثري تيست. التيست ده لو هنعمل ماس سكريننج كميه كبيره هنفحص ناس كتير خلاص، ولازم نعمله شوت بي بيرفورمد اباوت حوالي 4 دايز افتر بيرث، بعد ما يتولد باربع ايام لما الطفل يبتدي ايه ياخد الملك كده يبتدي يرضع كويس. طبعا في نيو بورد في الاطفال لسه مولودين، خصوصا للناس اللي هم البريماتيور، الاطفال اللي اتولدوا قبل اوانهم مثلا ولاد 7 اتولدوا بعد 7 شهور مش 9 شهور، لو انا حاولت اعمل تيست يقول لك الانزيم سيستم عندهم ماي نوت بي فولي ديفلوبد، مش هيكون لسه اتكون بشكل كامل اللي هو الباء. يعني انت مثلا الطبيعي ولد عنده 9 شهور عنده الانزيم يتكون، لو جيت استله الانزيم اللي هو الباء هلاقيه طبيعي، لو جيت قست الفينايل الانين مش هلاقيه عالي لانه بيتحول لتيروزين، تيروزين موجود عندي عادي جدا. تمام. طيب الناس بقى اللي عندهم اللي اتولد 7 شهور لسه الانزيم ما اتكونش معايا، فبالتالي هيدي لك فولس بوزيتيف ريزلت يا بيه. هو يعني هو بس بص امتى اقول ان الشخص ده عنده المرض بتاعي؟ امتى يعني المرض اللي هو اسمه ايه، اسمه فينايل كيتينوريا. لو الشخص عنده 9 شهور ورغم ذلك لسه ما عندوش الباء، ولكن طبيعي ان انا اجيب عيل عنده 7 شهور وما لاقيش عنده الباء، ده بيحصل طبيعي لسه ما اتكونش، فبالتالي النتيجه ساعتها لما اقيس الانزيم هيدي لي فولس بوزيتيف. ليه؟ لانك عملت تيست بدري، استنى عليه شويه لما يحصل له مور ديفلوب يبقى ماشي، يبقى مور ديفلوب هيحصل له ديفلوبمنت اكتر. طيب لو الريزلت بتاعتي كانت بوزيتيف مش فولس بوزيتيف، اقول عندك الفينايل كيتينوريا، لا لازم تعيد التست تاني. تيست شود بي ريبيتد ليتر، لازم يتعاد. ليه؟ تو الاو تايم عشان يسمح ماشي، يدي وقت كافي للديفلوبمنت بتاع الايه الانزيم، نشوف هيتكون ولا لا. طيب ازاي نقدر نمانج الحاله دي؟ بص الحاله دي عندها مستوى الفينايل الانين عالي صح، نبدا نقلل البلازما فينايل الانين، هو ده الهدف من المانجمنت، احنا نقلل فينايل الانين في البلازما ازاي؟ عن طريق ان احنا ندي قليل في الاكل، نقلل الفينايل الانين في الدايت في الاكل. يعني اتفقنا ان الدايت هنا مش معناها نظام مش معناها الدايت ان انا اعمل ريجيم، لا الدايت ده نظام غذائي الاكل اللي انا باكله. طيب التريتمنت ده بيبقى صعب اكسبنسيف غالي وبيبقى تيديوس، ضايق العيان قوي سواء العيان او حتى اهله، فلازم احرصين اشد الحرص ونقيس كل شويه خلاص. يقول شود بي مونيتور دي كيرفلي، لازم تقيس كل شويه الفينايل الانين، خصوصا لو البيشنت ده بيخطط انه ايه، لو البيشنت دي كانت حامل او هتحمل لازم تاخد بالك من كميه الفينايل الانين في جسمها كويس جدا، والتيروزين هكذا. وينصح دلوقتي طبعا في الحالات المثبوت ان عندها فينايل الانين عالي خلاص او عندها فينايل كيتونوريا يعني، ان علاجهم الاساسي بقى يبقى الدايتري ريستريكشن should be lifelong، ما ياكلش حاجات فيها فينايل الانين. تمام. طيب طبعا هنا شويه معلومات بقى عبيطه، يقول لك يبقى في فاريانت بيرزيستنت ماشي هايبر فينايل الانينيميا خلاص، فينايل الانينيميا دي كتير عالي في الدم without mental retardation. تمام، ممكن يبقى في الموضوع ده without mental retardation، هو بيبقى في mental احيانا بس ممكن يبقى without. طيب الانفنتس الاطفال اللي هم معرضين في الرحم هم لسه جنين لهاي فينايل الانين كونسنتريشن، يعني عندهم فينايل الانين كونسنتريشن في الدم الام عالي بتاع ان دايجنوزد او بورلي كنترول دي فينايل الكاتينوريك مذرز، بتاع امهات كان عندهم فينايل كيتينوريا ماشي مش كنترولد ومش متشخصه، ساعتها الفينايل الانين عالي في دمهم. طيب فيبقى عالي عند الطفل، فيقول لك الاطفال دول بقى ميبي منتالي، ممكن يبقى منتالي تاثر الموضوع عليهم يعلى الفينايل الانين في دم الطفل، بالرغم ان هم نفسهم دونت هاف، يعني الطفل نفسه ما عندوش مشكله، يعني المشكله مش عند الطفل، المشكله عند الام. عشان كده يسموها ماتيرنال فينايل كيتينوريك سيندروم، مشكله كلها الام، انت السبب يا ماما. طيب ده كده بالنسبه للفينايل كيتينوريا. في حاجه اسمها الكابتونوريا، كابتين الكابتونوريا، ايه بقى الكابتونوريا ده؟ برضه اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر، لا برضه يقول لك السبب ديفيشنسي اوف هومو جيناتيزك اسيد اوكسيديز، ده يطلع ده بقى. بص معايا تاني كده يا دكتور، هو احنا عندنا الالكابتانوريا
ده مرض سببها نقص الهوموجينتاسيك اسيد اوكسيديز انزيم. طيب الانزيم ده هدفه ان يكسر الهوموجينتاسيك اسيد. طيب لو الانزيم ده نقص يبقى الهوموجينتاسيك اسيد نفسه يزيد، هيأكيميليت يتراكم في التيشو والدم وينزل في اليورين. طيب ايه المشكله؟ الكلام ده هيعمل لي حاجه اسمها الكابتنوري اللي هو اعراضه. طبعا عمليه الاكسديشن والبوليمرايزيشن بتاع الهوموجينتاسيك اسيد، بص كده، لما يبدا يتراكم الهوموجينتاسيك اسيد بيبدا ينتج لي بيجمنت الكابتون، صبغه اسمها الكابتون. ان ماتش ذا سيم واي از، زي بالظبط لما كنا بنعمل بوليمرايزيشن للدوبه، الدوبه لما كان بيتراكم يعمل لي ميلانين. هنا بقى الهوموجينتاسيك اسيد لما يتراكم يعمل لي بيجمنت الكابتون. طب ايه المشكله؟ بص بقى، الالكابتون ده لما يتراكم في الكارتليج خلاص يبدا يعمل لي داركنينج، يعني يخلي الغضروف لونه غامق يعني لونه فاتح في الاصل، ويسموا الحاله دي حاجه اسمها اكرونوزس. اسمها ايه؟ اكرونوزس. ويبدا ينتج عنها داركنينج في الكارتليج بتاع الاير، فتلاقي ودانه مزرقه او غامقه، وممكن يعمل له ارثرايتس ان ليتر لايف بعد كده، يعمل له التهابات في المفاصل، المفاصل فيها غضاريف، الغضاريف فيها الكابتون، الكابتون عامل داركنينج في المفاصل ويظهر في الاير. طيب بعد كده ممكن، بص كده، يحصل كونفرجن للهوموجينتاسيك اسيد الى الكابتون. التحويل بتاعهم ده يتحول لماده اسمها الكابتون از اكسلريتد. الموضوع ده بيبقى سريع جدا في الالكلاين كونديشنز، في الحالات القلويه. ولي ذا موست اوف فويس ابنورماليتي، اكتر ابنورماليتي واضحه في الالكابتونوريا. ايه هو الالكابتونوريا؟ يعني ان في الكابتون كتير في الدم فينزل في اليورين. قال لي لما ينزل في اليورين الكابتانوريا هتعمل داركنينج لليورين as it becomes more alkaline on standing. تمام كده؟ كل ما يصبح alkaline الموضوع هيزيد في الداركنينج اكتر. تخيل. يقول لي ولكن this finding may not always be present، مش لازم يبقى موجود على طول، ولكن بيبقى موجود. يبقى الكابتانوريا، شايف كده؟ ده كده الاب ولا حاجه جه بيفك البامبرز للبيبي، الموضوع ده او الاطفال لسه مولودين، لقى البول بتاعه، طبعا البول مش براز، ده بول اسود او ازرق غامق، يعني في داركنينج عظيم. يبقى الالكابتانوريا ده داركنينج ليوري بسبب صبغه اسمها الكابتون، يبقى الكابتونوريا. يقول لي if it is the condition is first noticed by the mother who is worried. بص كده، لو الحاله غالبا بتلاقي اول ما تلاحظ تلاحظ عن طريق المذر اللي بتبقى قلقه بشان البلاك نيبز، نيبز اللي هي الحفاضات، تلاقي الحفاضه اللي هي البامبرز بتاع الطفل بيبقى لونه بلاك. ليه يا عم ده؟ بس رغم انه يورين مش ستول، سم ريحه ستول، ما فيش ستول، ده يورين لونه غامق. بيكم ايفن بلاكر، ممكن يبقى اغمق لو اتغسلت بالكالاين ديترجنت، يعني لو غسلنا الحفاضه دي بماده منظفه، ده كتست يعني، هنلاقي ان لون الغمقان ده يزيد. يبقى اذا الالكالينيزيشن يزود من الالكابتون فيبدا يخلي الايه؟ اللون اغمق. الكونديشن دي طبعا از كومباتيبل ويز ا نورمال لايف سبان، تمام، ديسبايد تندنسي، بالرغم من ميول البيشنتس تو ديفلوب ارثرايتس ان ليتر ايه، ان ليتر لايف. طيب ما علينا، كلام مش اي ترتيب لازمه. فينا بقى يقول لك ايه الهوموجينتاسيك اسيد، الاسيد ده ا ريديوسينج سبستنس بترياكت مع الكليني تيست تيب تابلتس. طيب لحظه، هو ده الجمله كاتبها لك، هي اولا ايه هي الكليني تيست تابلتس؟ دي تابلتس نستخدمها عشان نتست ونقيس ان الشوجر كتير في اليورين ولا لا، اللي هو الجلوكوز. تخيل كده، فاحنا نقدر برضو خلاص نلاقي ان الهوموجينتاسيك اسيد ده يتفاعل مع الكليني تيست تيست، مع الكليني تيست تابلتس اللي هي بتاع الايه اللي بتقول لي مدى كميه السكر في اليورين كتير ولا قليله، برضو تقدر تقول لي الهوموجينتاسيك اسيد بتاعي كتير ولا قليل. طيب ده كده الالكابتانوريا، طبعا ده رير انهيريتد جيناتيك ديس اوردر، اوتوزومال، متشال على الاوتوزومز، خلاص ديس اوردر اوف بروتين ميتابوليزم. طبعا بنعرفه باسم ان هو بلاك يورين ديزيز او بلاك بون ديزيز، لان بيصبغ المفاصل كارتليج، بيأثر على حوالي 250 الف واحد، مش مشكله. ريسك فاكتور هو البوزيتيف فاميلي هيستوري، ان يكون احد الابوين عنده الموضوع ده، وكاركترايز باي ابنورمال فينايل الانين وتيروزين ميتابوليزم، تمام، واسوشيت ده الالكابتانوريا، واسوشيتد مع الهيرنج لوس، ممكن يحصل له فقد في السمع، والهارت ديفكتس في 40%، الكلام ده كانش موجود فوق السنه بقوله لك. يوجوالي بيبقى اسيمتوماتيك ولكن يحصل داركنينج لليورين،
خلاص ابون اير اكسبوجر لو تعرض للهواء، ممكن يعمل لي بيجمنتيشن في الكارتليج بتاع الاير خلاص، او الكورنيا القرنيه او السكليرس الاير مشهوره جدا، ونشخصه بلاب تيستس. اتفقنا ممكن بحاجه اسمها الكليني تيست تابلتس، وده حاجه ثاني يعني. وتريتمنت تعالج بفيتامين سي سبلمنتيشن، دي له فيتامين سي وبروتين ريستريكشن دايت، ما يكونش حاجات فيها بروتين. الكومبليكيشن بقى ممكن يعمل دامج للكارتليج الغضروف وللهارت فالفز للصمامات بتاع القلب وللبونز، يعمل بون فراكتشرز ويعمل كيدني ستونز. كل ده ممكن يحصل مع الالكابتانوري. طبعا الكلام اللي فوق هو المهم، دي مجرد صوره بس تحلل لك شكل الورقه. ثالث حاجه ودي الاخيره بقى اللي هي الايه، الالبينيزم. الالبينيزم ده يعتبر اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر برضو، كلهم الثلاثه. سببه ان في نقص في التيروزينيز انزيم في الميلانوسايت. لحظه، ساعتها ايه اللي يحصل بقى لما يبقى في نقص في التيروزينيز؟ التيروزينيز ده بيعمل ايه؟ بيكون تيروزين، تيروزين بجيب منه ميلانين. فلو مفيش ميلانين، بص، لو مفيش تيروزين مش هيبقى فيه ميلانين، لو مفيش ميلانين مش هيبقى لون السكين غامق، يبقى لونه فاتح، يعمل لي البينيزم اللي هو الناس بتوع الالبينو لما وشهم ابيض. ده مشكلتهم نقص الايه، الميلانين. الاعراض طبعا يقل البيجمنتيشن اللي هي صبغ الجلد والشعر والايرس القزحيه اللي هو اللون اللي هو البني بتاع العين او الازرق او الاخضر ايا كان، والايز تابير لونها بينك. تخيل كده العين يبقى لونها ايه، بينك، مش هتشوف البينك قوي الصراحه يعني. طيب التيروزينيز ده بيقول لي انفولفد ان كاتيكولا مينز، بيصنع كاتيكولا مين، خلاص ذا ديفرنت ايه، ايزو انزيم. مش مشكله المعلومه دي، معلومه كيمستري عاديه، بس احنا عايزين نعرف ان الراجل ده عنده مشكله في التيروزينيز، بالتالي عنده نقص في التيروزين في الميلانوسايت، والتيروزين لما يقل هيقل الميلانين فيعمل لي البنزم ويظهر الاعراض الاتيه. كده خلصنا تاني نوع من الديس اوردرز الكبيره اللي هي الديس اوردر بتاع الامينو والامينو اسيد. ده كده اللي هو الايه بتاع الاروماتيك امينو، ايه الامينو اسيد بتاع مين؟ الاروماتيك. تعالى ناخد بقى بتاع البرانشد ديس اوردر، بتاع البرانشد امينو اسيد ميتابوليزم. في عندك ثلاثه، المابل سيرب يورين ديزيز والهيستيدينيميا والسيستينوزس. خلصوا، يبقى خلصنا جزء كبير من المحاضره، يبقى بعدها مثلا بتاع تلت ساعه ولا حاجه. تمام، بص تعالى نبدا اول حاجه كده بالمابل سيرب يورين ديزيز. مابل سيرب يورين ديزيز، طيب اولا كده لازم نعرف ايه هو المابل سيرب ده. طيب اولا الاسم ده جه منين؟ هو المابل سيرب ده عباره عن شراب، مش شراب وكتش، لا شراب اللي هو حاجه بتشرب، اسمه شراب القيقب. لو انت بحثت عنها في جوجل جات لها، ده ليه استخدامات طبيه كده كتير، ولكن هو ليه نفس اللون، يعني ان اليورين بيبقى ليه نفس لون الشراب، الشرب بتاع ايه اللي هو السائل اللي اسمه ماربل سيرب. ده طبعا بيجيبوه من الاشجار والاخشاب وهكذا، طيب اشجار معينه طبعا. ده برضو اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر عادي جدا، بيحصل نقص او ديفيشنت دي كاربوكسيليشن اوف اوكزو اسيدز. بينتج من ايه بقى؟ من دي امينيشن، بناخد الامينو جروب تمام بتاع الثلاثه برانشد امينو اسيد، برانشد شين امينو اسيد اللي هو اليوسين والايسوليوسين والفالين. الكلام ده بيحصل منذ الميلاد زمان شايف الطفل. طيب الاعراض بتاعتي، هذه الامينو اسيد بتبدا تتراكم في البلازما، احنا خلاص بتتراكم مش هتتكسر. لما تبدا تتراكم في البلازما اللي هم الثلاثه اليوسين ايزوليوسين وفالين، وتخرج في اليورين تمام، with their corresponding oxo acids، مع الكورسبوندنج اوكزو اسيدز بتاعتهم. طيب الاعراض بقى لما اجي اشم اليورين لايك ذات اوف ذا مابل سيرب، زي المابل سيرب بالظبط يا جماعه، عشان كده خدنا الاسم بتاعه نفس الريحه. والديزيز بريزنتد ديورينج ذا فيرست ويك اوف لايف، اهو اول اسبوع من حياته. ولو ما تعالجش الطفل ده يحصل له سيفير نيورولوجيكال ليجنز، شويه يعني ليجنز اضرار عصبيه خطيره جدا تؤدي الى الديث خلال في ويكس او مانثس، بالشهور بالكتير جدا، عيش كام شهر وخلاص. If a diet low in branched chain amino acid is given، لو ادينا له اكل فيه branched chain amino acid، يعني فيه الامينو اسيد دي قليله، هيبدا الطفل ينمو عادي جدا، normal development seems possible، ممكن ينمو طبيعي لو انت قللت هذه الامينو اسيد اللي اسمها branched chain، لو قللتها في الاكل. تمام؟ طيب الدايجنوز نشخص ازاي؟ طبعا هنا ماربل سيرب يورين ديزيز، ادي اليورين ديزيز مرض، ماربل سيرب او زي ما انت شايفه كده.
طبعا نشخصها باي ان احنا نقيس وهنلاقي زياده في زياده في الكونسنتريشن التركيز بتاع البرانش تشين امينو اسيدز في البلازما وفي اليورين اللي هو اليوسين ايزوليوسين ليوسين مش لايسين ليوسين والايزوليوسين والفالين. طبعا ممكن ناكد التشخيص خلاص باي ديمونستريتنج انزيم ديفكت او ماشي ديفكت ان ليوكو ايه ان ليوكوسايتس. تمام عظيم جدا. ده كان التشخيص بتاعنا. تعالى بعد كده لتاني واحده اللي هي الهيستيدينيميا. ده عباره عن اوتوزومال سيس ديس اوردر برضه نفس الكلام الثلاثه اوتوزومال سيس ايه سيس ديس اوردر. قال لي السبب هو نقص بص كده الهيستيدينيز انزيم في ديفيشنسي وده انزيم محتاجينه ليه عشان نكسر الهيستيدين. طيب الانزيم ده لوش موجود الهيستيدين يتراكم في الدم فيعمل لي هيستيدينيميا. هنلاقي ان نص الحالات بيبقى عندهم منتال ريتارديشن وسبيتش ديفكتس عندهم تاخر عقلي وخلل في النطق والكلام. ده كده بقه واحد اهو بس كده بقه واحد في سبيتش ديس اوردر واحد مطلع لسانه اهو سبيتش ديس اوردر ولكن نص الحالات الثاني ممكن لهم نورمال عادي ويبدا ينتج ريزلتس اوف دايتري تريتمنت ار ان اه يقول لك نتائج ان احنا نحاول نعالج الموضوع ده بالاكل ندي اكل اللي فيه هيستيدين قليل مش بيبقى حاسم قوي مش بيعالج قوي. طيب الدايجنوز شخص ان احنا هنلاقي فيه زياده في البلازما ليفل بتاع الهيستيدين اند باي فايندينج ونبدا نلاقي في اليورين برضو هيستيدين ممكن نلاقي الميتابولايت نواتج الايديه بتاعته اللي هو الايميدازول ممكن نلاقي بايروفيك اي اسيد بس الهيستيدين في الاساس. ده الهيستيدينيميا سهله زياده الهيستيدين في الدم اوتوزومال سيس اوردر ممكن يعمل منتال ريتارديشن او لا ممكن يعمل سبيتش ديفكتس او لا في نص الحالات نص الحالات لا ونشخص نلاقي ان الحاجه دي زياده في اليورين وفي الدم بسيطه يعني. طيب اخر واحده اسمها سيستينوزس ده عباره عن فيري رير ولكن سيريس اوردر مرض خطير جدا اوف سيستين ميتابوليزم ده زي سيستينوريا لا ده واحد تاني خالص بيوصف ان بيحصل تراكم جوه الخلايا وتخزين للسيستين في ميني تيشوز لما يتخزن. لازم تفرق الموضوع ده عن السيستينوريا اللي احنا خدناها. السيستينوريا ده كان هارملس كونديشن ما بتاذيش تمام. طيب بص بقى هنا بيحصل ايه رينال توبيلر دامج باي سيستين كوزز بص لما يتراكم السيستين ده في نسيج الكيدني يعمل لها دامج ويبدا يعمل لي ما يسمى بالفانكوني سيندروم. اثنين امينو اسيدوريا اسيدوريا از نون سبيسيفيك اند اوف رينال اوريجين عادي هينزل في اليورين مش هرجعه يعني يحصل زي سيستينوريا. ثلاثه الافكتد انفيجوالز بيموتوا صغيرين. شوف بقى السيستينوزس خطير ونادر نادر سيف الدين ولكن السيستينوريا بيبقى هارملس ما بيزيش وده الفرق ما بين الاثنين. تمام كده خلصنا الحاجات اللي هي الايه البرانش تشين امينو اسيد. كده خلصنا تاني واحده الخاصه بالامينو والامينو اسيدز. تمام تالت واحده ان شاء الله ورابع واحده خامس واحده صغيرين هناخدهم في محاضره مع بعض. شكرا ليكم.